السلام عليكم. بسبب فيديو غير أخلاقي تم توقيف حسابات اليوتيوبر المعروف سبيد. دارين واتكنز هو اسم حقيقي لسبيد، وهو شخصية معروفة على الإنترنت، ينزل فيديوهات وبث مباشر حي لألعاب الفيديو على منصات مثل يوتيوب وتويتش. يملك أكثر من 17 مليون مشترك على قناته على اليوتيوب، وحوالي 6.9 مليون متابع على تويتش. لكنه لم يصل إلى هذه الشهرة بدون مشاكل، فقد أحدث سبيد ضجة في عدة مناسبات بسبب تصرفاته الغير مناسبة أثناء البث، وتم تعليق حساباته بعد أن ظهر في فيديو بحركة غير أخلاقية ورقصة غريبة منه، كما تلقى انتقادات قاسية من قبل المشاهدين والمحترفين بسبب سلوكه العنيف والغير أخلاقي.